الشيخ أبو بكر ما شاء الله من كبار رجال العلم في الهند، وقائم هناك بمعهد وزرناه والتقينا به، ما شاء الله دائما يستقبل إخواننا الدعاء، جزاه الله عنا خير. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، علماءنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، هذا المجلس مجلس ختم صحيح البخاري. سبحان الله، كلكم تعرفون أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. له أسباب كثيرة، منها أن الإمام البخاري رحمه الله حافظ حجة، معناه أنه يحفظ أحاديث كثيرة كثيرة عديدة، ولكن اختار منها ما يقارب 4000 حديث فقط لأن يجمع في هذا الكتاب الصحيح، لئلا يقول أحد إن هذا الحديث ضعيف لكذا لكذا لكذا، بل ينبغي أن يكون كافي الشروط عند كل أحد. ولذلك كان صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. وقال بعضهم أن ترتيب صحيح البخاري ليس بجيد، هذا ليس بجيد، هذا الرأي ليس بجيد، فإن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه صحيح البخاري بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دين الإسلام مبني على ثبوت الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالوحي. فإذا الوحي أساس الإسلام، أساس أساس الإسلام. ولذلك بدأ الإمام البخاري بهذا الباب، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما بين بدء الوحي وأن أحواله، ثم أتى كتاب الإيمان، لأن الإيمان أهم شيء بعد ثبوت الإسلام، أو لثبوت الإسلام الإيمان ضروري. وقد أورد فيه أحاديث كثيرة، ورد ضمنا على من خالفه في دعوة من المرتجئة والمجسمة وغيرهم. والإمام البخاري كتابه من كل الجهات أصح الكتب بعد كتاب الله. أخيرا نحن قرأنا حديثا، باب قول، حتى آخر الباب في صحيح البخاري، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في هذا الباب أتى حديثا، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، إشارة إلى أن المؤمن يكون عاقبته في الآخرة إنما يوزن أعماله، وأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأمه هاوية. وإذا العبد يكون عاقبته صحيحة كاملة إذا كانت موازينه، إذا كانت حسناته ثقيلة. إلى أشار الإمام البخاري من هذا الترتيب، ينبغي أن يكون كل مؤمن على هذا الترتيب، معتقدا بالإيمان، معتقدا بالأعمال، بالأعمال
البدنية والقلبية وغيرها، ثم يكون عاقبته أن يكون أعماله الحسنة ثقيلة. على كل حال، صحيح البخاري ما شاء الله أصح الكتب بعد كتاب الله، صحيح كتاب الله، وقد وفقنا للحضور في هذا الشهر المبارك في هذا المجلس العاطر كلمة واحدة. وقد رأيت في كتب كثيرة أن رجلا من الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما كأنه ينتظر لأحد، فذهب هذا الرجل إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم: لم تقوم يا رسول الله كأنك تنتظر أحدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري لأن ذهما لختم البخاري. فإذا ختم صحيح البخاري عادة مرضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العادة جارية من زمان كثيرة. وعندنا في كيرلا أيضا نحن نعقد مدارس ختم صحيح البخاري، وقد قدمت للشيخ في هذه السنة ولكن لم يستطيع أن يحضر لختم البخاري، إن شاء الله سيكون له حل في المستقبل. ولجميع العلماء الحاضرين إن شاء الله نرجو منكم أن تكون جامعتنا في الدعاء، أن تكون جامعتنا قائمة في بلاد الهند التي يدرس فيها أكثر من 20,000 طالب وطالبة. والحمد لله رب العالمين، وشكرا لسماحة الشيخ المشهور طول الله عمره مع الصحة والعافية، ولجميع علمائنا ولجميع العلماء. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، جزاكم الله خير محمد.